أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. أدى رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغصواني صباح اليوم زيارات مفاجئة لمركز الاستطباب الوطني ومستشفى التخصصات والمركز الوطني لأمراض القلب. وحرص رئيس الجمهورية خلال هذه الجولة على زيارة الحالات المستعجلة وغرف الحجز والعمليات متحدثا مع المرضى ومرافقيهم مستفسرا عن ظروفهم الصحية وعن طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تحدث مع الطاقم الطبي والإداري واستمع منهم للمشاكل والنواقص المطروحة ووجه بضرورة التغلب عليها، ودعا القائمين على هذه المرافق الصحية إلى ضرورة تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتسريعها وتوخي الجودة في الأداء واحترام المواطنين. وعبر رئيس الجمهورية عن عدم قبول بعض المظاهر المتعلقة بنقص مستوى الاهتمام بالمواطن الضعيف وعدم وجود الطواقم الطبية في أماكن عملها وإهمال النظافة في بعض المرافق، مشيدا في نفس السياق بالمستوى الجيد للخدمات المقدمة في بعض المرافق المزورة التي هنأ القائمين عليها. وقد أعطى رئيس الجمهورية التعليمات لوزيرة الصحة لاقتناء كل المستلزمات من أجل إنهاء الأعمال قبل نهاية السنة الجارية في جناح العمليات الجراحية والجناح الخاص بالإنعاش وجناح الاستقبال وغرف الحجز في مستشفى التخصصات. وأكد رئيس الجمهورية أن كل الإمكانيات ستوفر من أجل أن يصبح المركز الوطني للتخصصات مستشفى مرجعيا في المنطقة.
Merci beaucoup d'avoir visité le radio. Madame la